الهريسه ديال الدار غادي نحتاجو نص كيلو ديال الفلفله حاره حمراء. نص كيلو فلفله حاره حمراء. اها وحامضه مرقده مرقده بالقشور ديالها. اييه شويه ديال الملحه. شويه ديال الملحه. غادي ناخذ نص كيلو ديال الفلفله الحمراء غادي نقيوها من العود والزريعه. تنقى. وغادي نسلقوها في الماء. من بعد ما نطحنو من بعد غادي نطحنوها مع شويه ديال داك الماء اللي تسلقات فيه. نزيدو عليها ديك الحامضه مرقده ومقطعه بقشورها رقيقه. نزيدو عليها الحامضه اييه بقشورها وغادي نطحنوها مزيان وغادي نكونوا وجدنا لاصوص ديالنا الصباح احسن من ديال الزنقه. الزويته بلديه ما كايناش؟ لا ما كاينش زيت زيت بالزمان حتى ماشي مشكل زيت بالزمان. اليوم انت دايره لي خاطر يا وداد اللي قلت لي كتقول لي بحال يعني انا الكبير هذا اللي تصوتوا بيا وتصوتوا. مرحبا مرحبا. اذا هذه هريسه هريسه ديال الدار. غنعاود معك المقادير اختي وداد. في المقادير ديال هريسه ديال الدار غادي ناخذوا نص كيلو فلفله حاره حمراء حامضه مرقده بالقشور ديالها وشويه ديال الملح. غناخذوا الفلفله غنقيوها من العود ومن الزريعه ديالها وغنسلقوها في الماء غنطحنوها مع داك الماء ديالها ونزيدوا عليها الحامضه بقشورها وشويه الملحه وكنديروها في قريعات ونوضعوها في الثلاجه ديالنا. ياك وداد اختي جيهان ونعاود معك.